هو ده بيقول لك انا كابتن اسامه. اتفضل اه انا بس بتكلم في ايه، انا مع هاني في جزئيه انه احيانا المدير الفني بيختار لعيبه بشكل معين، بيبقى عنده وجهه نظر، واحنا نفسنا لو كل واحد فينا حط قايمه من 24 او 25 لاعب ممكن نختلف في 2 3 لعيبه. فده بس مش تختلف على احمد فتحي. بس ماشي، ما احمد فتحي دي ممكن تكون قضيه تانية، ما وجهه نظر ممكن تكون يعني بره الفنيات، يعني ممكن تكون الله اعلم احنا مش هنقدر يعني وارد يعني فموضوع احمد فتحي خلاص دي احنا بنقولها، لكن في بقيه القايمه يعني ما فيش علامات استفهام. موضوع كهربا ورمضان، انا من وجهه نظري ان كهربا موضوع طبعا اداري، مش موضوع اداري مش فني. واضحه يعني، لانه حتى كهربا مع كابتن حسام لعب في الماتشين بتوع كينيا وجزر القمر كان اساسي، واعتقد ان لولا المشكله دي كان ممكن يبقى موجود. دي يعني ممكن تكون حاجه اداريه. بالنسبه لرمضان احيانا يعني كلنا شغالين مدربين، احيانا انت بتختار لعيب ممكن يكون كان مصاب فتره طويله او عنده اي ظروف بعد لاي فتره اي بتاع، بس انت من وجهه نظرك ممكن بتبقى محتاجه لوقت معين انت شايف فيه ان ممكن تجهزه، ودي عشناها مع كابتن جواري وعشناها مع يعني شفنا كابتن حسن احيانا بيعمل كده. ليه الكلام ده؟ لو هي في 5 6 لعيبه تبقى علامه استفهام، لما انا اكون واخد مثلا 23 لاعب وبعدين فيهم مثلا 5 6 مش جاهزين وما بيلعبوش ويعني جزء كبير من القوامة. لكن لما انا ببقى ليا رؤيه في 1 أو 2 من ال 23 ان ده مثلا ممكن انا يمكن اقدر اجهزه وادخله بصوره كويسه، والدليل على كده من وجهه نظري انا الشخصيه لما نيجي نتكلم فنيات جوه في الماتش، الوقت اللي لعبه رمضان اجاد فيه، يعني نقل المنتخب رغم ان هم 10 دقائق او 15 دقيقه، بس تحس انه الجبهه دي اتحركت وعمل ضربه جزاء وعمل اكتر من كوره، لان احنا كنا شويه المواقف اللي واحد على واحد كنا محتاجين ناس تقدر تعدي، دي كانت مفتقده في من اول اللقاء، ما كانتش فيها سهوله. الحلول الفرديه كانت تحس انه اللعب من بدايه الماتش تحضير من تحت من السردباكين والنني ولعب عرضي ولعب لتحت وهم بيضغطوا جامد في نص الملعب، فما فيش حلول حصلت بسيطه جدا. احيانا زيزو، احيانا تريزيجيه، يمكن تريزيجيه الشوط الثاني اداؤه تحسن عن الشوط الاولاني، زيزو العكس، زيزو كان افضل بعد كده اداؤه هبط. الباكين ما كانوش يعني طبعا برضو احمد ابو الفتوح وهاني بنشكرهم وبنقول لهم يعني كتر خيرهم، بالذات الشوط الثاني عملوا جيم دفاع كويس، كانوا مقفلين كويس مع الاربعه بعد جبنا الجون، لكن الادوار الهجوميه يمكن خبرات الدوليه برضو والوقت واللعب ممكن يجيبهم شويه. اعتقد ان هاني خاصه وابو الفتوح كان اساسي بالدور اللي بيقوموا بيه، هو المفروض ادوار هجوميه علشان طبعًا. علشان مصطفى محمد يقدموا على مصطفى محمد طبعا، ما انا بقول لك دي عشان يعملوا لا ما هو دي طبعا انا بقول لك دي عيب، انا مش بقول لك، انا بقول انه هم في الجزء الامامي ما اشتغلوش كويس. يعني كانوا بالذات انت محتاج واحد زي مصطفى محمد محتاج له كور عرضيه، ثانيا انت بتلعب بالنني وبعدين عمرو السلاوي وعبد الله السعيد، مع احترامنا طبعا الكاميرا الاثنين لعيبه هايلين، ولكن ما كانوش موفقين في الماتش ده، كانوا فيه متاخرين مش بيكملوا كويس، ما فيش كثافه عدديه قدام مع مصطفى ومع فالباكين كان لازم يبقى فيهم متحررين شويه، لكن هم فعلا كانوا واقفين. انا بتكلم مش بقول ان هم ادوا بشكل رائع، ولكن انا بتكلم في الشوط الثاني كانوا يعني منظمين مع الونش وحجازي في الشكل الدفاعي بعد ما جبنا، لكن طبعا لازم يبقى ليهم دور هجومي كبير جدا عن كده. فانا بس بتكلم في موضوع الاختيارات، انا مش مختلف بصوره كبيره قوي صحيح. عن اللي تم اختياره يعني مش بصوره واضحه.